خوتي خواتاتي متتبعين ديالي، ها هي بعد ما وجدت لنا الاكله ديالنا ديال المكرونيه المعمره بالكفته ولاصوص طوماط صلصه الطماطم، ها هي فينا هي، ها هي وجدات. تنتمنى تنال اعجابكم، وما تنساونيش ملي لايك، وقولوا لي الراي ديالكم. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، وهلا يخطيكم عليا تدعموني. شكرا لكم، واللي دخلوا جداد يفعلوا الجرس، واللي معايا يزيدوا يشجعوني. الله يجازيكم بخير، وتنشكر جميع المتتبعين ديالي داخل المغرب وخارج المغرب، وجميع المتتبعين ديالي من الدول العربيه بدون استثناء. تنكررها دائما، بلا بكم انا ما نكونش، نتوما هما كلشي في القناه. شكرا لكم، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المعنويات اللي تطلعوا لي، شكرا لكم. ودابا حنا غادي نجربوا الاكله ديالنا، ها هي بسم الله. ها هي فينا هي، ها هي، ها هي، ها هي خوتي، ها ها تتجي، ها ها هي فينا هي، تجي زوينه تبارك الله. فيها الكفته، فيها اللحم مرحي، فيها كل شيء. ايوا شجعوني، الله يجازيكم بخير. يلا بسلامه عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. الله يحفظكم، الله يكرمكم الجنه، هلا خطاكم عليا. وشكرا لكم، تنعاود نكررها ونكررها، وكان ما تكونوش نتوما ما يكونش ما تكونش القناه ديالي. شكرا لكم، الله يحفظكم، الله يوفقكم جميعا جميعا. يلا الى اللقاء ان شاء الله، الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام. السلام عليكم خوتي خواتاتي، السلام عليكم متتبعين ديالي اينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب. تنسلم عليكم وتنحييكم. السلام عليكم متتبعين ديالي من جميع الدول العربيه بدون استثناء، دائما تنقولها بالفضل ديالكم. المغاربه اللي داخل المغرب وخارج المغرب، والاخوان اللي في متتبعين ديالي من الدول العربيه بهم الطلعه للقناه ديالي، شكرا لكم على التعاليق اللي تتخليو لي، شكرا لكم، الله يجازيكم بخير. هلا خطاكم عليا، بلا بكم ما غاديش يكون القناه ديالي. اليوم جبت لكم واحد الاكله ديال المكرونيه، صراحه شفتها وعجبتني، بغيت نتاينا نجربها. مكرونيه هذه فينا هي، هذه فينا هي. غادي دابا نديرها، درت هنا الماء، وغادي بعدا قبل ما نقدم لكم المقادير درت الماء فيه زعتره وفيه ضمه ديال الحبق ومليحه. غادي نردها ندير لها غير نص القاغي واحد ولا جوج غليات. ها هي فينا هي، غادي نردها ان شاء الله. انا رديت البقرونيه ديالي باش الماء يغلي، غنخليها هنايا. دابا ان شاء الله غادي نقدم لكم هادي قبل، هذا نص كيلو ديال المكرونيه، ها هي نص كيلو 500 غرام. عندي هنايا 400 غرام ديال الكفته، ها هي. عندي هنايا الزيت، عندي هنايا درت 3 طماطيشات، حبات طماطيشات، 3 طماطيمات سلقتهم وزدت معاهم هادي، ها هي، وطحنت طحنتهم فينا هما 3 ديال الطماطيمات، 3 ديال الطماطيشات سلقتهم وحيت لهم القشره، ومن بعد درتهم مولينيكس نطحنهم مع هاد زدتهم هادي، لان حنا عندنا مطيشه هنايا تتشوفيها حمراء ولكن من الداخل خضراء. وهادي تنديرها تديرها طبيعيه، ماشي مطيشه زعما ديك اللي فيها اللوان ولا، طبيعيه. عندي زعتره باش نديرها للكفته، عندي الملحه ها هي، عندي 3 المعالق ديال المعدنوس، تنبغي انا المعدنوس في الكفته، ها هو في تنبغي البقدونس في اللحم مرحيه تيجي زوين. هذا زعتره راني وريتها لكم، ها هي. هذه التوابل اللي غادي دير الكفته، عندي ربع ملعقه ثوم مرحي، عندي ربع ملعقه فلفل اسود، عندي نصف ملعقه كمون، عندي نصف ملعقه كزبره مطحونه، عندي قليل يعني ربع ملعقه من توابل الكفته اللحم المرحي، حنا انا عندي دايرهم، عندي ملعقه
صغيره ديال باربيكيا ولا شي يقولوا لها الفلفل الاحمر انا تنقول له. هذه التوابل اللي غادي نديرها في الطماطم في لاصوص طوماط. هذه نصف ملعقه ثوم مرحيه، نصف ملعقه كمون، قليل ربع ملعقه ابزار، ربع ملعقه كزبره مرحيه عندي، نصف ملعقه فلفل احمر. ها هي فين هي، غادي نعاود لكم عاود هذا الشيء ان شاء الله. دابا غادي نتبل اللحم المرحي ديالي، غادي ندير له التوابل ديالي. ها هي نصف ربع ربع ملعقه ثوم بودره، نصف ملعقه كمون، فلفل اسود عفوا، نصف ملعقه كمون، كزبره، هذه التوابل ديال اللحم المرحي، وهذه باربيكيا ولا فلفل الاحمر. ها هي فين هي، نديرها دابا في الكفته. هذا البقدونس، قليل من الزيت، ملعقه ولا ملعقه ونص لان راه فيها شويه ديال الشحم، ملح حسب الرغبه. انا حنا ما تناكلوش الملح دائما، انا ضد الملح بزاف. قليل من الزعتره، ها هي ان شاء الله. بسم الله غادي ندير لها هكا ونخليها على ما يعني تسلق لي المكرونه ديالي نص، يعني غير شي غليات ما خصهاش تطيب. كاين اللي تيديرها هكا في الصحيحه ويديرها في يسلقها، لا انا ما بغيتش هكا، ما عجبتنيش هكا. نجربوها الطريقه ديالي عاوتاني ان شاء الله، تنتمنى تعجبكم. وشكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التعاليق، يعطيوني طاقه ايجابيه. شكرا لكم، الله يخليكم عليا، الله يحفظكم. هاي فينا هي، هاي الكفته ديالنا، نحيد هذا الشيء، هذا باقي فيه زعتره، نغسل يديا ونجي. يلا على ما تسلق لنا المكرونه ديالي غنولي لكم ان شاء الله. هانا خوتي بعد ما درت المكرونه تسلقت، يعني خليتها خمس دقائق بس، يعني شي غليات وصافي، ما خصنيش تسلق لي بزاف باش ما ملي كنت نعمرها ما خصنيش تقطع ليا. يعني دابا غادي نصفيها هنا، غادي نصفيها وانت تسمعوا غير بحال لي ترخات وصافي، ماشي ها هي. انا نخليها هنا تقطع هنايا صافي. ها هي فين هي المكرونه ديالي، ها هي فين هي. عندي هذا المول، هذا غادي ندهنو بشويه الزبده هكا، وفيه غادي نستفاد. انا عندي غير هذا اللي مربع، ما عنديش مدور. ها هو قليل من الزبده، ها هي صافي. مقارنة تبغي الزبده، هي الزبده تتقنها.
شايف هنايا صافي دهنت المول ديالي، ها هو دهنتو، ها هو دابا ان شاء الله غادي نبدا نعمر، غادي نبقى نعمر ها نتوما، غادي ندير هكا هكا ونعمر. هكا نمشي على هاد العملية هكا من هنا ومن هنا ومن هنا، هانت هاي عمرات هكا، ونحط هنايا نعمر ونحط هنايا وصافي، غادي نبقى غادي على هادي تنعمر ونولي ونعاوتاني إن شاء الله هانتوما خوتي من بعد ما تسلقات لي المقارونية خليتها شوية بردت صافي، والكفيته ديالي بقيت تنعمرها في المقارونيه بحال هكا، تندير هكا 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 وتنستف. هذا هو الشغل، دابا درت لكم الشغل ديال المليح، ما كاينش تخرجيش، هادشي خصو الخاطر. هي سهله والله العظيم الا سهله. من بعد ما عمرت هاد هذا هزلي نص كيلو ديال المقارونيه، ها هو فين هو شتي، ايوا بغيت ننتقم منكم جبت لكم الخدمه. هذا هو طرد الغرزه ديال المقارونيه والله العظيم. يلا اخوتي غادي نخليها هكا دابا على جنب، ها نتوما فينا هو، وغادي ناخذ لاصوص ديالي، غادي ناخذ لاصوص ديالي وندير لها بحال هكا، ندير لها التوابل اللي قلت لكم نصف ملعقه ثوم بودره، نصف ملعقة كمون، ربع ملعقة إبزار، ولا نصف ملعقة فلفل أحمر، وهذا القزبرة ربع ملعقة، هاو فين هو، غادي نديرهم هنايا وغادي ندوزهم عاوتاني هكا والملحة، هاهي الملحة، الملح على حسب الرغبة. هاي باش ما تجيناش مالحه، لان راه هذا، وغادي نديرو وغادي نديرو شويه قليل من الزيت، ها هي حيت راه درت لها الزبده، المقارونيه تتقنها الزبده، قليل من الزعتره، ها هي فين هي، راه زيد شويه الزعتره، ها هاي قليل من الزعتر شويه وصافي قليل، ها ها هو شتي، ها هما دابا ندوزهم في هذاك مولينيكس، ها يلا ها نتوما حنا سالينا راه دابا غادي تقولوا انا كاع ما نديرو هادي خص الخاطر، خص والله العظيم الا ساهله انت كتعيو فيا هانتوما اخواتي يا خوتي يا حباباتي، هانتوما غادي نقبط هاد لاصوص وغادي نخويها على مازال عاد هادي غادي بالعقل نخوي لاصوص غير بالعقل، دابا هادي غادي طيب في الفرار غير بالعقل نخوي لاصوص، دابا هاد المقارونية تكمل الطياب ديالها في هاد لاصوص طوماط، صلصة طماطم، هاهوما هاهوما فينا هي، غادي ندخلها دابا للفران، غادي تزيد طيب هاد لاصوص طوماط.
هيا غادي نديرها، غنديرها من تحت بابي ألومنيوم، ما لقيتش بابي ألومنيوم، غادي نديرها في الطبسيل هكا فهاد البلاطة، هاهي، هاهي البلاطة، وغادي ندخلها للفران، منين تقرب نحطها، غدير لها الفرماج، هاهو، غندير لها، ندردر عليها الفرماج، وإلا درتو دابا غادي يتحرق ما يجيش زوين. هذا وغادي ندير الجبنه، هذه الجبنه غادي ندردرها تنقرب نخرجها، هي غادي نديرها نخليها شويه ونخرجها باش تبقى لي الفرمه، غادي نوريها لكم ان شاء الله. ايوا وسمحوا لي وشكرا على الدعم ديالكم. دابا غادي ندخلها للفران وما تنساونيش من لي لايك، وعندكم تزعفوا عليا بهاد الوجبه، راه والله العظيم الا ساهله ساهله، هي ما تخافوش هي وفيها شويه الخدمه ولكن ساهله ماشي شي حاجه، وان شاء الله تاكلوها بصحه، ان شاء الله جربتوها تاكلوها بصحه والعافيه وغادي تعجبكم. يلا حبايبي انا غادي نديرها هذا، يلا نديرها على الفران، بسم الله انا درت شويه مطيشه دايره باش طيب ديك هذا، طيب في هذيك دخل في ديك المكرونيه، لان مازال خصها طياب، واخا درت لها نص سلقه مازال خصها طياب. يلا حتى نشوفوا العمليه النهائيه ان شاء الله.